اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنه لما دنا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بينا الدنيا الرادي مدافعاً الدنيا الرادي مدافعاً وضرب فراك أمتاً أتبعوا ثاني قدعاتك بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نجان إذا خرجت من الدنيا زافانا الدنيا الرابين فمن يبلغ سلام الله على أمتي سلام كاربي أين يمات أمت حجر كتا جان نبي جانب بوين جلو وختم قلبه عليه الصلاه والسلام قلبي سامي مثل قصه النبي ربي عليه الصلاه والسلام ففرح الله قلبه ربنا في قلبي سامي قسم قدم نبيه بقوله تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي احسن مثل الفجر جاء قدم نبيه ربي تنزل الملائكه ملائكه نبوت ذلك الليله تقديرا كل ملائكه تهدد جيبنا الرسول والروح روح اللي نبوها حتى يبلغوا سلامي أما سلام تابل يا أمة أنجيان أمة خيب أنجيان ولا عمنا عنهم إن دوركو جين فلا تحسن إن رفتين إن تنكتين يا نبي ربي فإذا طلع الفجر وقوة الليلة القدر يخنا فجر ينتهي نادى جبرائيل جبريل من الله بطباله عليه السلام لا معشر الملائكة لا والجي ملائكة الرحيل الرحيل إمالة 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 جاجي فيقولون يا جبريل ما صنع الله بالمسلمين وقوغنا ملائكة والمئات جيزا بوتي ألقى الليلة تقدر لغنا بوتي يا جبريل جبا ألقى إداخنا نتي يا إسان نعم التين نعم نغراز نتي ربي أمة مسلمة خنا ألقى إداوان اتسالك كبك أبدائي وان كانت كبك أبدائي جنينجي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة محمد الكن إذا كان وارد في نسان إنسان إذا كان وارد في نسان سيوان إذا في سيدة لكي كبك أبدا فيقول لهم نجان تبجي في الملائكة إن الله تعالى رب في نلتي نظر إليهم في الرحمة إذا رحمتا في نسان ملت وعفى عنهم يحكي إيقام بخير نيار رمي وغفر لهم نسان نيار رمي إلا أربعة نفر نم أفرم لينا مقام هم سيدان يحرار مجان في ربي هل كان إضافة قالوا من الله الأربعة نم يحرم كم يا جبريل كان إضافة تبو ملائكة جبريل قال مدمن الخمر نم فرسو كتب كلين في ابن وان سداد اجتوب سداد كم يفرسو ربوتنا عمل بحث ها سجان جي وعاق الوالدين نم عادا في أبابه أحد في أبد في عاكته وقاطع الرحيم سديسان نما رحيم زاموري نما نما أرتا نما نما لرجيسا ولو حق عملي نما سكي نما دلن سيسا ولو جرا فرنسانا خان عملي وان كان هون ترد في عرارة ميرجاية عملي مدمن الخمس تاسع قل والدين لما قاطع الرحيم سديس نما أبلي جزا بيا سدي أول أودين جرد خنمالي رفين هنستن عرارم عرارم ازاجي هلکن ازا عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي رب يتنا جان عليه الصلاة من صلى في ليلة القدر ركعتين نمي هلکن ليلة القدر ليس ركعة لما صلاة في كل ركعة بفاتحة الكتاب ركعوا مجر تفاتيات في كرهي مرات أكثر والإخلاص سبع مرات يقول والله وعد مرات وبدر عن كرهي فإذا صلى موجود عن طابقته يقول هاجو أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه هاجو 70 مرات وبعد ما تفاجو فلا يقوم من مكانه حتى يغفر الله له ولأبويه إذا في هذا في أفاقا في ذكر أرهم ملئ بكات طيات سعيزم يوليك وجه أحسن قولك وجه النبي عليه الصلاة والسلام أنت للنبي خذ لنا ويبعث الله تعالى ملائكة إلى الجنان
ربي نوتيك بملايكة ريركات جهمش بودا ما بيقار عرمير بودا يخرصون الأولى الجارة مخطابات ويبنون القصورة الله فوق إجارات ويجرون الأنهار لقل لك الجدل الكتابي حتى نجيه ربين جنة ملايكة ريركات ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله وان اما جنتنا هم تأجان ارقم لها الدنيا الرانتين مجلوب بمكان باته ربين درسي زمالي وانتو قال النبي عليه الصلاة والسلام نبي ربي كان جان عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل في كل ليلة القدر رحمة واحدة هل كل ليلة القدر يشوف ربي رحمة تطبوط جان تصيب جميع المؤمنين من شرق الأرض إلى غربها شرق لغرب يدوى مؤمنة والجيس رحمته ويبكي منها بقية الرهاق ثم اللي فيقول جبريل سبحان جذب عليه السلام يا ربي بلغت رحمتك جميع المؤمنين وبكيت فضلت رحمنك يا أمة مؤمن توت شوف والكي الرهاق جانك يا ربي فيقول الله تعالى ربي نرتي نجا أسرفها إلى المواليد الذين ولدوا في هذه الليلة جو اللي وانا لكنت أنا خيزة خلتك رجانك جبريل جانك أدنانك يقوتوا لها بكت جيب سنجبه فيضرب جبريل تلك الرحمة إلى مواليد الإسلام والكفار يقول لي كافرات إذا إسلام وانا ألكم إلى تلقات بخيطة ألكم أنت تهدي هراب كيف تجربه وصارت تلك الرحمة لأولاد الكفار خاصة إلمان كافرات إخاص إذا تأتي دبر عمانكم والرياء ألكرز الرحمة إذا ما تزن أركة يسجو والربوت آمنوا تهدي وهي تجرهم إلى دار السلام خرج دار السلام كان حركت دبر عمانكم فرا جنة آجتو لي أمن أنجد جبوتو الدنيا رسوسو جرنو إلمان كفارا خالقاً فالكيسة خلطاً فيموتون في المؤمنين إساني مؤمنان الملئين دون كان كما قال موسى عليه السلام نبي الله موسى نكره عليه السلام في مناجاته قرب في دبة ربي حاكي سي أبنى جين إلهي مجي يا ربي لك جين أريد قربة ستياج توم برباد فقال الله تعالى ربي نوتي كان جين دبة قربي لمن استيقظ ليلة القدر نتيهاتكم نما حلق ليلة القدر قائدين إلهي أريد رحمتك يا ربي يا رحمتك خيثين برباد جين فقال الله تعالى ربي نوتين جين رحمتي لمن يرحم المساكين ليلة القدر رحمني غيّة رحمت ريّة برباد رحمني غيّة نما حلق ليلة القدر نتينا رحمتك وغيّة وقال نجي إماز نجي موسى إلهي أريد الجواز على صراط كالفرق يا ربي صراط الرسا هنجازو تدبرون بربادا جي فقال الله تعالى ربي نلتين جي سبا ذلك لمن تصدق ليلة القدر ونما تبربات تنما علق ليلة القدر كيف صدقات اكوت اكوتا تنبي قرنة جي كنتور قتجي الموانسة وقال نجي سبا نجي موسى نماز إلهي يا ربي غيّة أريد أن أبعد تحت ظل أشجار الجنة ذاتك مخ جنة جلان خاو برباد وأكل من ثمارها ميران جنة ناتون برباد فقال الله تعالى ربي نوتي بجي انتبه ذلك لمن صبح تسبيحة ليلة القدر والناتي برباد تكون نما حلق ليلة القدر كيف سبحان الله سبحان الله مرات خجيجي وقال نجي يتبنى جموسى نماس إلهي أريد النجاة من النار يجد عذابات وعين نجابه برباطا يا ربي غيدي فقال الله تعالى ربي نرتين جي النبي موسى ذلك لمن استغفر الله تعالى ليلة القدر إلى الصبح والنأتي برباط سن نما حلق ليلة القدر إلى أنك تبين جي سبتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله لأن بليتو كان أركة جي الله وقال نجي إماد نجيسا إلهي أريد رسال جعل لديكين برباد يا ربي غيجين فقال الله تعالى ربي نوتي نجي نجموسا رداية لمن صلى ركعتين ليلة القدر جعل السكجة نمحل كل ليلة القدر ركعال مصلاة جين سنتو أركة جين جعل السكجة
روي أنه عليه الصلاة والسلام الله نبي ربي كان جن عليه الصلاة والسلام أبواب السماوات مفتوحة في ليلة القدر ولعلهم سميرا ألقى ليلة القدر منكبا عدجا ما من عبد يصلي فيها إلا جعل الله تعالى له بكل تكبيرة غرس شجرة في الجنة لو صار الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها نمشي ألقى ليلة القدر خيف ثلاثة جعل الله تعالى ربي قلتين قرابسات تكبير مني الله أكبر كور ربي غرق شجرة مخطط طحابا ربي في الجنة في جنة خيصة مخطن لو صار الراكب في ظلها جاتك مخطن يجل نمي فرصدق ريدي مؤدوديني 100 عام عمد إبتك قدو جاتك مخطط فكتاجة لتيمي لا يتعوها في كون تنجوه وبكل ركعة ركعة كتر ربي ما كيصة في الجنة جنة خيصة منا تفكو كيصة ربي من دري وياقوت دري ياقوت الرات تتهي منه ياقوت هيتون غاتاي من جيران جيساني من ياقوت وذو برجة والولوي خنا الرات تتهي منه وبكل آية من قراءته آية من قرآن قمي قرأوا الرات ما صلاة خيصة حاجة في الجنة حاجة ربي جنة خيصة فكيصة وبكل جلسة من درجات الخير ما تياد أفتاهم ترسي ربي درجة من درجات الجنة درجة جنة تاثر تطاطق وخيصات وبكل تسليمة حلة من حلل الجنة سلامتنا السلام عليكم دور السماس فآية جنة فآية وفاة جنة وخيصات ينزل في ليلة القدر 4 ألويات هل كان ليلة القدر كما ربهم فانترى أفر بوسجة لواء الحمد فانترى شكر ربي سجان سوه ولواء الرحمة فانترى رحمة ربي سجان لما ولواء المغفرة فانترى عرارما ولواء الكرامة فانترى ألتنا فانترى أفرنتنا بوسجة ربي أجيدا ربي ومع كل لواء 70,000 ملكا فانترى تكتي وجه ملائكاكم ترباتني الديمة وعلى كل لواء مكتوب فانزل عليك نزلت خطب في ذاتك لا اله الا الله محمد رسول الله تجد خطب في ذاتك قال عليه الصلاه والسلام الله نبي ربي كان جعل عليه الصلاه والسلام من قال في تلك الليله ثلاث مرات لا اله الا الله محمد رسول الله نمني تلك الليله القدر كيف مراتك لا اله الا الله محمد رسول الله غفر له بواحدة لا اله الا الله فكتي عرفني على رما وانجاه من النار بواحدة حقان بالتدرى نجابات وادخله الجنة بواحدة حقان جنة زينة مرة ستين زينة فينصب لواء الحمد بين السماء والارض فانزلان حمدها قارورة في تجنته دسم في سميته تابم تجي ولواء المغفرة فانزلان عرار ما تجن لتلميسا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخي نبي شاتر تابم أكثر تابم ولواء الرحمة فانزل الرحمة تجنكم فوق الكعبة كعبة قبة تابن تجي هلك الليلة تدريبا ولواء الكرامة فانزل ملتنا تجنك قبجاتم فوق صخرة في بيت المسجد بيت المسجد تدى بيت المسجد تنزل تابن تجي وكل واحد منهم يجيء في تلك الليلة على باب المسلمين 70 مرة يسلم عليه وانجرالين أمو مكارو ينتني خشكتين سيدا من مسلمة فو مرة قربات نتجي بيتي سلام تار ربو في جالك الليلة تلك الليلة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد.